آليات الاحتلال جميعها تتحرك على طول شارع نابلس المحاذي لمخيمي طول كرم ونور شمس، لكن أود أن أشير لأن آليات الاحتلال التي كانت داخل مخيم نور شمس الآن تنسحب، وهذا مشهد الانسحاب من مخيم نور شمس، وهي على ما يبدو ستذهب باتجاه الغرب، أي باتجاه الشارع الغربي وصولا إلى الحاجز العسكري ثاني عوز. على طوال الوقت هذا المشهد موجود، مشهد آليات الاحتلال التي تقتحم وتنسحب، تقتحم ومن ثم تنسحب، لكن في مخيم طول كرم مختلف الأمر، بقاء وتواجد آليات الاحتلال طوال الوقت. فقط هذه الآليات التي تأتي من هنا من المنطقة الشرقية لشارع نابلس كما تشاهدون، يعني هذه الآليات كانت منذ ساعات الصباح في مخيم نور شمس وعلى الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون فلسطين، تشاهدون لحظة انسحاب هذه الآليات من مخيم نور شمس عبر شارع نابلس إلى الخط المؤدي إلى منطقة دوار الشويكي المهدم، وصولا حقيقة إلى منطقة الشارع الغربي أي منطقة حاجز ثاني عوز العسكري. بالفعل يعني هذا واحد من المشاهد المستمرة هنا في طول كرم، آليات الاحتلال ما بين مخيمي طول كرم ونور شمس، وما زال الاحتلال يحاصر ويضيق الخناق أكثر وأكثر على مخيم طول كرم. يعني هذه الصورة الآن من مخيم طول كرم، هذا صورة الوضع في هذا المخيم. قبل قليل كنا نشاهد عمليا إخراج يعني إحدى الحالات من داخل المخيم على ما يبدو أنها حالة مرضية مستعصية، فبالتالي حتى أن الاحتلال لم يسمح لمركبات الكبات الإسعاف دون أن يسمحوا لهم بالتقدم أكثر إلى داخل المنازل. إذن الاحتلال ما زال يضيق عمل مركبات الإسعاف. قبل ساعة من الآن أو أكثر من ذلك بقليل وردنا أن الاحتلال فجر منزلا في حارة قاقون تحديدا بالقرب من منطقة الخدمات في المدخل الجنوب الغربي لمخيم طول كرم، حيث سمع صوت انفجار كبير في مدينة طول كرم والمخيم بعد تفجير الاحتلال لهذا المنزل. عمليا الاحتلال خلال يعني أو منذ تحديدا ظهر يوم الثلاثاء إلى حد هذه اللحظة، الاحتلال فجر تقريبا 10 منازل داخل مخيم طول كرم، عدد منازل كبير ما تم تفجيرها وإحراقها داخل المخيم، وبالتالي الوضع كارثي وكارثي جدا داخل هذا المخيم. هذا ناهيكم مشاهدين عن ما يحدث في المخيم من مداهمات واعتقالات ويعني إطلاق نار وتنكيل وتحقيق ميداني مع المواطنين، الأمر جلل للغاية داخل المخيم. الظروف صعبة في مخيم طول كرم، وما نشاهده الآن من توغلات وتحركات لجيش الاحتلال سواء على شارع المخيم الرئيسي أو داخل حارات المخيم إنما يدلل على حجم ما دفع به الاحتلال إلى داخل مخيم طول كرم. مخيم نور شمس وإن اختلفت فيه الصورة قليلا إلا أنه هو الآخر يتعرض كذلك لعدوان مستمر، وهذه كما تشاهدون آلية جديدة تتقدم نحو مخيم طول كرم عبر المدخل الشمالي وصولا إلى منطقة حارة المدارس المقابلة لنا في عين الكاميرا، وبالتالي ظروف مخيم طول كرم مأساوية. كنت أتحدث صباح هذا اليوم أيضا مع محافظ طول كرم مصطفى طقاطقة، أبلغني بأن الظروف المأساوية كبيرة وجدا حتى أنها تفوق التقديرات وتفوق تخيل عقولنا لما يجري في داخل هذا المخيم. فعليا الأمور تتدحرج إلى الأسوأ في مخيم طول كرم، مع هذا المدينة هي متأثرة نتاج هذا العدوان. مخيم نور شمس يقتحم لساعات ويتنسحب قوات الاحتلال كما شاهدتم مشهد الانسحاب، ولكن في ظل ما نشاهده داخل المخيم بالفعل نتحدث عن ظرف صعب للغاية. مواطنون يتصلون بنا ويقولون أنهم لا يملكون مياه الشرب داخل المخيم، ناشدون بإدخال المواد الإغاثية والغذائية والإنسانية إلى مخيم طول كرم. الاحتلال بالرغم من كل الضغوطات من أجل إدخال هذه المواد الغذائية والإغاثية لأبناء شعبنا داخل مخيم طول كرم يمنع إدخالها، وبالتالي تتفاقم الحالة الإنسانية داخل المخيم، تتفاقم الحالة النفسية داخل المخيم، الظروف كلها أيضا. قبل قليل أبلغونا أبلغنا من مخيم نور شمس أن هناك كان انقطاع في الإنترنت والاتصالات نتاج تجريف الاحتلال البنية التحتية، بالإضافة إلى أن الاحتلال جرف في ساحة المخيم وتعمق حتى حارة المنشية.